مساء الخير مشاهدينا، مشاهدي قناة الصحة والجمال، ومعانا في حلقة جديدة من برنامج جمالك مع روعة. ومنوراني الجميلة روعة، أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. طبعا ميك اب ارتست وخبيرة شعر وبشرة، يعني ما شاء الله، يعني عروسة تروح ما تعملش أي حاجة. الحمد لله. صح، فرم شعر برضو. للمحجبات بس. حجاب بس. تمام. حضرتك فرم شعر لما بيكون الفرح فرح إسلامي. يعني لو فرح إسلامي حضرتك بتعملي شنهات وكل حاجة. يعني حضرتك خبيره شعر، بس لو الفرح اسلامي هتعمل لها شعرها. تمام. نورتيني يا جميله. ومعانا استاذه امل، خبيره عنايه بالشعر ومتخصصه بروتين وميك اب ارتست. هنتكلم بقى الموضوع مهم، البروتين يعني شاغل بنات كتير جدا. طبعا. نرحب الاول استاذ خالد معانا. ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ استاذه امل، كلميني عن البروتين. ممكن واحده تيجي تقول لك انا عايزه اعمل بروتين، ترفضي؟ ارفض في حاله لو شعرها مش محتاج بروتين، مش هيستحمل البروتين. مش هيستحمل ولا مش محتاج؟ لا، الشعره ذات نفسها بحس ان هي ضعيفه، مش هتستحمل البروتين. ممكن اعمل لها حاجه ترميم للشعر يبقى حلو معاها، جميل عشان الشعريه كمان. تمام، يعني الترميم غير البروتين. ايوه بالظبط. شعرها ان هو شعرها خفيف ولا شعرها؟ شعرها لا مش يختلف عن الخفيف خالص، يعني الشعره ذات نفسها بحس ان هي متهالكه من الصبغه ومن فبحب اعمل لها ترميم. الشعره ذات نفسها مش مجعده، مش الشعره الافريقي اللي تمام. محتاجه البروتين، بعمل لها ترميم بقى في الحاله دي. تمام. يعني البروتين محتاج ان هو شعر يكون مجعد قوي؟ لا، وعادي حسب الشعره. ممكن واحده تجيلي شعرها مش محتاج، بس تقول انا عاوز اعمل له بروتين، بس شعرها صحتها حلوه كويسه. تمام، استحمل عادي، اعمل لها مفيش مشكله. تمام. طب هو بالنسبه للبروتين يا روعه، بيفرق معاكي لما تيجي تعملي مثلا شعرها فورما، سشوار، بيبي ليس، كل الكلام ده بيفرق معاكي لو هي عامله بروتين او لا؟ يعني هي طالما عامله بروتين ما بتعملش اي حاجه من اللي احنا بنتكلم فيهم دول. طالما عامله بروتين مش بتبداي هتعمل على طول ولا بيبي ليس بالفورما ولا على طول. سشوار ولا اي حاجه من دي. تمام، ما بتبقاش محتاجه. وهي بتبقى شنو، بسيط قوي كمان، يعني مش حاجات كتير عشان ما نبوظش البروتين. يعني بيكون بتفرق في الفورما؟ بتفرق طبعا. يعني انت عارفه الشعر بيحتاج الشنو دوت، بيبقى محتاج شغل كتير و شد الشعر ولازم وسبريهات، فاحنا لا بنعمل حاجات بسيطه قوي عشان ما ناثرش على البروتين. تمام. يعني البروتين لازم تبقي عارفه قبل ما تبداي معاه في الشعر، لازم روعه عارفة هي طبعًا. عامله بروتين او لا، او انا بعرف الشعر ده معمول بروتين ولا لا. طب استاذه امل، البروتين لما بعمله بيقعد فتره قد ايه؟ هو بيقعد البروتين بيفضل المفروض ان هو المفروض يقعد سنه، ده الطبيعي. بس طبيعي الشعر بتاعنا بيطول فطبيعي بيسحب لتحت، لكن هو بيفضل معايا ثابت في الشعره اللي انا عاملاها اساسي من سنة. 6 شهور لسنه. بس لازم العميله بتحافظ عليه، حسب البروتين ده مش ماده كاوية بتفرد الشعر. ايه ده، يعني لازم انا عامله بروتين لازم امشي على سيستم معين بحيث ان لازم بتعمل افتر كير اهم حاجه، لازم امشي عليه عشان احافظ اصلا على البروتين علشان الشعريه تفضل معايا كويسه. البروتين عليها لها مجموعات تمشي عليها، لها محافظه، اسلوب اصلا تمشي عليه، نظام تمشي عليه عشان يفضل البروتين، جلسه البروتين تفضل معاها ناجحه. تمام. طب روعه قولي لي بقى، انا دلوقتي واحده عامله بروتين، ايه النظام اللي امشي عليه؟ اغسل شعري كل قد ايه؟ ايه اللي المفروض اعمله عشان البروتين يقعد معايا وقت اطول او يكمل معايا؟ لازم تستعمل افتر كير طبعا. لازم ايه؟ تستعمل افتر كير اللي هي مجموعه عنايه بالشعر. لازم تستخدم حاجات معينه، حاجات خاليه من الصوديوم والسلفات واي مواد كيماويه، اي ما فيهاش اي كيميكال نهائي. تمام. تبع الماده بتاعت البروتين، يعني انا عامله بماده بروتين لا معينه، لا لازم لا استخدم لا شامبو لا 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 هي بس حاجات تكون تركيبات نظيفه. تمام. ما فيهاش اي كيميكال ولا سلفات ولا صوديوم. انت بتقولي لا، حاجات معينه، اسامي معينه تستخدمها. صح كده. طيب بالنسبه مثلا تغسل شعرها عادي براحتها زي لا ما لا هي لا ماشيه في طبيعي ولا اوقات لا معينه؟ لا، هي مره واحده الشعر بيتغسل في الاسبوع بالشامبو بس مره واحده. لازم طبعا ترطيب بعد الشامبو، وفي نص الاسبوع مرتين ترطيب برضو من غير شامبو. لو في فروه بتبقى دهنيه قوي بتكون قشره واتربه جامده جدا، بالظبط، دي مرتين في الاسبوع بالشامبو. تمام، يعني لو الشعر دهني بغسل مرتين في الاسبوع بالشامبو. لان الشعر عادي مره واحده بس. الفروه الدهنيه بتلم اتربه وبتعمل قشره. تمام. والقشره دي بتعمل مشاكل تانية. تمام. السيرم بقى برضو بيبقى بعد استخدمه ولا لا؟ السيرم لان مبقاش في ماده السيليكون اللي هي بتغلف الشعر. يعني السيرم متاح للبنات اللي هو هي عامله سيرم للبروتين. سيرم يعني بروتين. تمام. بروتين يعني لازم تستخدم سيرم، ما ينفعش تستخدم اي حاجه تانية. كنت بقول خلاص الشعر معمول بروتين مش محتاج سيرم. لا، هو بس عشان خاطر ايه، بيدي تلميعه. لو في شويه هيشان زي الشعر الطبيعي، بينيم الدنيا شويه.
تمام. بس ما فيهوش اي حاجه مضره للشعر. تمام. ننقل بقى من حوار البروتين والشعر وكده الاستاذ خالد. ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا. عرفني بقى دلوقتي حضرتك دلوقتي متخصص في ادوات التجميل ميك اب وبشره وكده، يعني حضرتك مش بتجيب اي حاجه تعرضها للبيع؟ لا يعني لا لا لا. يعني ممكن شركه مثلا تعرض على حضرتك ان هي تبيع منتج او حاجه ترفض؟ اه طبعا. او على حسب، لو شركه معاها براندات وبراندات ليها تصريح من وزاره الصحه وحاجات معروفه واسامي معروفه، اه يعني حضرتك لازم معها طبعا. الاول شركه وزاره الصحه، ومصر فيها شركات كتير دلوقتي بتبيع الحاجات دي. تمام. يعني الشامبوهات كلها ليها شركات كبيره وشركات عالميه كمان يعني. وادوات تمام التجميل. وادوات التجميل بالظبط، في عندنا هنا اكتر من شركه بتصنع ادوات تجميل على مستوى عالي جدا. شغالين كويس. حضرتك متخصص مع ناس معينه ولا ممكن اي حد يعرض عليك ان هو يتباع؟ لا احنا شغالين مع شركات، شركات معينه. الشركات دي طبعا. وبرده بموضوع البروتين والحاجات دي احنا بنبيعها بقى، الافتر كير ده احنا بنبيعه. المجموعات اللي هي بعد البروتين، اللي بعد البروتين كلها احنا بنبيعها عندنا. تمام. بيبقى ماده البروتين معاها المجموعات بتاعتها ولا مش متخصصه؟ لا هو البروتين ده بيتباع لوحده. البروتين ده حاجه لوحدها. حاجه لوحدها. بعد بقى اللي هو بعد البروتين في بقى مجموعات بتحافظ عليه، يعني مجموعات للشعر لازم تستخدم شامبو معين وبلسم معين. هو البروتين معين من غير افتر كير ما ينفعش، الاثنين مرتبطين ببعض، لازم تستخدمي افتر كير بعدين. تمام. احنا بنبيع بقى الحاجات دي كلها وفيها طور برضه طبعا. استاذ خالد، استاذ خالد بقى قديم جدا بقى في موضوع العطور ده. ما هو لقيته مشدود قوي في حته ان احنا لازم يكون في شركات هنا في مصر تصنع العطور او تركب العطور. في شركات بتصنع عطور كتير، بس احنا عندنا مشكله ان احنا ما عندناش مصنع ازاز على مستوى عالي. معظم المستوردين بيروح يجيبوا ازاز من الصين، ازاز بالبامب بكل حاجه، يعني الازازه ان دي يعني تمام جدا في العطور بس الشكل الخارجي ما لا ال- ال- الازازه الكواليتي. يعني ال- 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 الفوارغ الماده الخام بتاعت العطور، الماده الخام بتيجي من بره برضه. بس احنا بنصنع ده كل ده هنا. تمام. لكن احنا ما عندناش مصنع ازاز، يعني ازاز خاص بالعطور ما عندناش. مش موجود. المصانع اللي موجود ده كلها تعتبر حاجه اسمها نص اوتوماتيك، يعني مش اوتوماتيك. مش مصانع كبيره. تمام. لكن لو عندنا مصنع هيصدر لافريقيا ويصدر للدنيا كلها. طب حضرتك بتبيع مثلا، ممكن مثلا انت يعني لحد بيشتري او كده ممكن ترشح له حاجه معينه في الميك اب في البشره، لو حد مثلا جاي هو مش عارف؟ لو جاي مش عارف ارشح له، اما لو جاي هو عارف ارشح له. ايه الافضل بقى على حسب اللي هو مثلا يعني اكتر مبيعا زي ما بيقولوا، او ولا الحاجه له حاجه بقى انا لو رشحت له حاجه بقى انا مقتنع بيها. يعني حاجه يعني هو انا رشح لي حاجه على مسؤوليتي. يعني تمام. علشان انا واثق منها يعني. اما لو هو عاوز حاجه معينه انا هديها له. تمام. يعني هو خلاص هو استخدم حاجه، والعطور دي اذواق يعني. يعني لو ما كانش في اختلاف في الاذواق لبره السيل زي ما بيقولوا يعني. تمام صح. ماشي. استاذه امل بقى، في مشكله دلوقتي، انا عامله بروتين من فتره. تمام. البروتين انا حاسه ان هو موجود في شعري. تمام. من ورا جذور شعري حاسه ان هي، يعني انا مثلا لو شعري مجعد قوي الاقي الجذور طلعت اكيد، وهي بتطلع هتكون ان هي باين فيها التجاعيد او كده. اكيد. عايزه بالظبط، عايزه ان انا اعمل بقى بروتين تاني، هرجع اعمله شعري كله ولا هعمل الجذور بس؟ لا انا هعمل الجذور بس بروتين، وهعمل اللي معموله قبل كده هعمله ماده ترميم. هو الترميم ده عباره عن زيوت زي حمام كريم؟ زيوت عادي، زيوت او بروتين احمضه خفيفه او كده، بحيث اللي هي اصلا الشعريه اللي تحت مش مستحمله بيبي ليس كتير او ماده حاميه عليه او كده. يعني بروتين، عايزه حاجه بروتين وهي عامله بروتين، بحيث ان انا الغرض كله ان انا اخلي الشعريه اللي فوق زي الشعريه اللي تحت. تمام. اخد الفرده فوق وفي نفس الوقت الشكل الجمالي يبقى كويس، وفي نفس الوقت احافظ على صحه الشعريه. يعني هشتغل على الجزء اللي راح منه البروتين بس. بس ده اساسي. بس انا احاول اشتغل على تحت ماده ترميم، ماده خفيفه يعني ترميم، لكن بروتين لا نهائي. لا هي البنوته اللي معانا عامله بروتين، عامله بروتين، ده عامل لها بروتين من 8 شهور. تمام. عملت لها بروتين، فعملت لها الجديد بروتين واللي تحت عملت لها ترميم. يعني هي كانت عامله من 8 شهور بروتين. الشعره دي اصلا مجعده، الشعره دي افريقي. كانت الشعريه الافريقي المجعده جدا. كنت ما شاء الله. طب كويس، 8 شهور هي ملتزمه؟ طيب لا هي ماشيه ما شاء الله على مجموعه العنايه بتاعتها.
وعملت لها بروتين وعملت لها تحت ترميم. تمام. يعني هي عامله من 8 شهور جت بقى لشعرايه زي ما احنا النقطه اللي احنا كنا بنتكلم فيها ان هي الشعرايه بدايه الشعرايه رجعت تاني ان هي اللي هي الشعرايه الطبيعيه طبيعه شعرها رجعت تاني مجعده فعملت لها الجزء الاولاني اللي هو محتاج تاني بروتين وعملت لها ترميم بقيه شعرها عشان هو اصلا شعرها مش ما كانش محتاج بس عشان يبقى الشكل الخارجي كله شكله مع بعض. طيب روعه. في يعني البروتين ليه اثار جانبيه؟ يعني انا مثلا انا شعري كويس بس انا في نسبه هيشان بسيطه ان انا ممكن اعالجها بالسيرم بس لا انا عايزه استسهل واروح اعمل بروتين، ممكن ترفضي انت تعملي لي؟ اه اكيد طبعا. لو شعرك مش محتاج بروتين خالص برفض طبعا. لسبب انت شعرك لو مش محتاج بروتين يعني انا شايفه الشعر ضعيفه قدامي. دايما الشعر الناعم بيبقى ضعيف شويه وتلاقيه خفيف شويه. الشعريه لما بتبقى ضعيفه بتبقى معنى كده البصيله بتاعتها برضو ضعيفه. البروتين ماده بتحمل على الشعر. يعني الشعرية الناعمة بتكون ضعيفة؟ اه دايما. عادة الأغلبية. دايما تلاقي الشعر الناعم ضعيف. غير الشعر الخيلي بقى اللي هو بيبقى نوادر شوية. احنا كشعب مصري معظم الشعر الناعم هتلاقيه ضعيف جدا. اه تمام. فبترفضي ان انت ممكن بتديها بقى سيرم بقى تمشي على حمامات كريم او زيوت معينة؟ محتاجة ترطيبات، محتاجة ترميم على طول، محتاجة اهتمام عناية كده. انما بروتين لا، تعمل بروتين ليه طالما في حل تاني بدل البروتين؟ طب هو بيسبب تساقط في الشعر لو اتعمل بطريقه غلط؟ يعني التطبيق بتاعه غلط، البروتين نفسه غلط برضو. مش اي بروتين. اه بالظبط، يعني على حسب ماده البروتين برضو. ده اهم حاجه، دي نمره واحد. نمره اتنين التطبيق بتاع البروتين. اعمله ازاي؟ يعني انت لو جايبه يعني لو البروتين كويس جدا وجودته عاليه جدا واتطبق بطريقه غلط باظ برضو. يعني انا اسمع كان يعني. في حد قايل لي ان هي جايبه بروتين حلو واختها تعمله لها في البيت، طبعا ده اكبر غلط. لا ده غلط طبعا. تطبيق صح؟ مش تطبيق، التطبيق. بالظبط. لا حاجه مهمه جدا جدا جدا. يعني هو بيبقى محتاج مكوى لسم معينه، محتاج تطبيق معين في كل حاجه، درجه حراره معينه، طريقه كبس معينه، مكوى معينه، بصي كل حاجه. طيب لو ما اتعملش صح هيبقى ليه اضرار ولا كاني عملته؟ والله فيه ولا كانك عملتيه وفي كانك عملتيه من غير شعر، شعرك كله يقع. يعني فاهمه؟ بالظبط. يعني طالما جبت لا اروح لحد متخصص بروتين هو اللي يعمل لي بروتين. بس ان شاء الله في حلقه من الحلقات الجايه هنجيب حاله ونطبق عليها على الهوا. بروتين. بروتين ان شاء الله. طب حلو الموضوع ده، نتعلم. هنطبق على الهوا وهنشرح بالتفصيل كل حاجه ان شاء الله. طيب لو عروس عايز تعمل بروتين قبلها مده معينه تعمله 15 يوم 20 يوم؟ بس انا بفضل 15 يوم. 15 يوم من قبلها تعمله؟ عشان حاجه معينه ولا عشان تبقى واخده راحتها وشعرايه خلاص بقى ثبتت في البروتين يعني؟ عشان هي تكون خدت عليه وعشان خاطر ما يتغسلش كتير اول ما يتعمل. تمام. لان هو ما ينفعش هو يعني تسيبه بس كده شعرها يستريح شويه ترطيبات بس، انما هلك وميه وشامبو كده لا. طيب بالنسبه للميك اب بقى يا روعه عايزاكي تتكلمي عن الميك اب ايه الاساسي، ممكن مثلا لو تعملي سواري بتحتاجي ميك اب ايه مع استاذ خالد برضو. يعني ايه المنتجات اللي انت ممكن تستخدمي، مش اسامي شركات يعني. يعني دي عايزه شرح مثلا على لازم يكون معايا موديلز عشان اشرح عليها. تمام. احنا معانا صفا حمدي الفقره الجايه ان شاء الله. معانا صفا ميك اب ارتست. ميك اب ارتست. هتكلمنا بقى على اللوكات او بتختار ازاي اللوكات وكده صح؟ تمام. طيب كنت عايزه اتكلم عن الميك اب. العروسه بتتابعي معاها يعني قبلها بقد ايه؟ يا ريت قبلها بشهر. يعني قبلها بشهر تنظيف بشره، مرطبات، اشوف مثلا بشرتها لو محتاجه علاج اخليها تروح لدكتور. بصي لازم تظبط بشرتها قبلها بشهر، لو جات لي قبلها كمان باكتر من كده يا ريت. لو شهر يعني، لان بيبقى في بيبقى في مشاكل كتير قوي في البشره بنواجهها. والعروسه جايه تقول لك انا عايزه اطلع حد تاني. طب انا هداري لك الحاجات دي كلها ازاي؟ معرفش ازاي. طيب يا جماعه هم عشان خاطر هم بيشوفوا العرايس الصور. طيب احنا عايزين نتفق على حاجه. العرايس اللي هم بيشوفوها دي كلها نصها ماتيريال ونصها كاميرا. فاهمه؟ وفي حته فوتوشوب كده. ما هي كاميرا وماتيريال الاثنين مع بعض. يعني لازم الاثنين مع بعض لو البشره فيها عيوب كتير. بالظبط. بس والله في عروسه لسه كانت يوم الجمعه دي، والله يا ريت تبقى شايفاني وتعمل مداخله. بشرتها كانت صعبه جدا، الحبوب في كل حته في وشها. مشكلتها الحبوب في كل حته في وشها. هي اكيد سامعاني.
طب درتيها ازاي او حالتي مش انت مش كنتي متابعه معاها قبلها بفتره؟ كنت متابعه معاها بس هي مده قد ايه؟ طيب ايه دي قبلها بشهرين وانا عماله اقول لها تروح تعمل ليزر وتروح تعالج جلدي ووصفات بس هي بقى كانت ملبوخه شويه في موضوع التجهيزات. يعني هي متابعه وجت بدري كانت مهمله ما ظبطتش معاها ان هي تعالج نفسها قبل الفرح. كانت مهمله خالص 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 بس الحمد لله والله ربنا وفقني. هو واضح ان دي اكبر مشكله قابلتك الحبوب لسبب لان انت بتداري بقع انما ما تقدريش تداري بذور حاجه طالعه او حفر يعني دي هتدارى ازاي؟ عايزه طبقه اسمنت مثلا هو احنا بنشتغل بماتيريال في تغطيه عاليه وفي كل حاجه بس مش هيداري يعني بذور خدها خارجه لبره. ايوه فعلا بس الحمد لله ربنا كرمني الحمد لله وان شاء الله المره الجايه بس عشان المره دي كان في شويه استعجالات كده في حاجات ما قدرتش احضر صور ان شاء الله المره الجايه هخلي هستاذن البنت دي وهنزل صورها باذن الله الحلقه الجايه. قبل وبعد طبعا نشوف بقى الدنيا يعني دي اكبر مشكله قابلتني ان الوش كله يبقى فيه حبوب مش حبوب في الخد بس او كده لا الوش كله. تمام هسألك بقى عن مشكله اكيد بتقابلك وقت وانت شغاله في الميك اب البنات اللي هي مش هقول سمره قوي يعني مثلا سمره لا فتحيني ده اسمع ناس كتير جدا بتتكلم في الموضوع ده فتحيني انا جايه عايزاكي تطلعيني بيضه فده مش حاجه حلوه يعني لا حاجه وحشه جدا انا ما اعملش كده طبعا صح احنا معانا مداخله تليفونيه ام ايمن. الو الو الاتصال فصل تمام. طيب بالنسبه ان انا دلوقتي جيتي بتسمعي كلامها ولا بتعملي ايه في الحاله دي؟ لان انا عاوزه اسمع شي كلامها هي طالعه في وشي هي عايزه تطلع حلوه فانا لو نفذت لها الكلام اللي هي عايزاه مش هتطلع حلوه. طبعا لو حطيت درجه يعني درجه ان انا افتح او درجه غير بشرتي لا الدنيا بتغير بس لازم تبقى درجه البشره لان احنا عايزين نوحد لون البشره مش عايزين ولا نفتح ولا نغمق مش عايزين نطلعها شاذه. ايوه بالظبط فلازم بتبقى بنفس درجه البشره ده احسن فونديشن مع البشره. تمام تمام. طيب يا امل قولي لي دلوقتي انا عامله بروتين لو انا مثلا حابه ان انا مثلا اعمل امشي مثلا ليس عليها او حاجه او كده دي ببعد عنها خالص غلط؟ لا طبعا غلط لان البروتين مش محتاج حراره مش عاوز حراره حتى يعني. لو عاوز ميه سخنه ولا عاوز بيبي ليس ولا عاوز اي حاجه من دي مش محتاج اصلا. تمام اي حراره اي حراره عاليه بتاذي الشعرايه الشعرايه مش مستحمله. طب انا مثلا لو بدايه شعري مثلا او القصه بتاعتي راح منها البروتين ممكن مثلا ان انا اقضي دي عادي مفيش مشكله طالما راح منها البروتين ممكن ان انا امشي عليها مفيش مشكله تمام تمام عادي. تمام حضرتك ممكن تكلمي بقى المنتجات اللي عند حضرتك موجوده؟ احنا عندنا منتجات كتير زي كل ما يخص بقى بعد البروتين كل ده حاجه عندنا يعني بروتين بروتين كل حاجة بروتين وبروتين تمام وميك اب وميك اب عطور وعطور واجهزه كهربائيه في اجهزه كهربائيه يعني بيبي ليس مكاوي مكاوي واستشارات والاجهزه بتاعه تنظيف البشره برضه اجهزه تنظيف البشره هو ما شاء الله عنده كل حاجه كل حاجات لها اجهزه تنظيف البشره والخردوات بقى بانواعها بقى فرش شعر فرش ميك اب كله كل حاجه تخص الشعر صح كده كل حاجه تمام. طيب بالنسبه اللي هي الادوات بتاعه تنظيف البشره دي زي حاجات مثلا ممكن انا اشتريها استخدمها ولا لازم مثلا للدكاتره اللي هم بيعملوا تنظيف بشره؟ لا في حاجات الناس بتستخدمها في البيت يعني في حاجات ممكن اخدها ان انا استخدمها صح طبعا طبعا زي ايه مثلا؟ كذا حاجه يعني في جهاز في اجهزه ازاله في اجهزه خاصه للقدمين في خاصه للباديكير وفي حاجات خاصه للبشره تمام يعني كل ده الحاجات دي كلها الكتريك يعني بالكهرباء لا هو حلو الموضوع يعني الحاجات دي كل حاجه موجوده يعني في حاجات بتبقى عند الكوافير كبيره في منها نسخه مصغره بقى احنا بنبيعها استخدام يعني شخصي استخدام الشخصي دي ما ينفعش ان مثلا مكان او كوافير او دكتور او حاجه ياخد الادوات دي الادوات دي الناس شخصيه صح كده هو كل واحد بيستخدم اداته الشخصيه ده مهم جدا بس احنا علشان يعني دلوقتي في يعني عدوى كتير معانا سمر نرجع مصطفى. مع ضيوفنا طيب بعد الفاصل وراجعين.
ورجعنا لكم بعد الاذان تاني ونكمل الموضوع مع استاذ خالد بتاع البروتين. حضرتك قلت لي ان في بروتين كتير بيتعمل تحت السلم ما بيبقاش كويس جدا خالص، يعني اللي احنا المفروض ما نستخدموش، صح كده؟ لا لا طبعا طبعا. في يعني في منتجات كتير بتبقى كويسه في الاستخدام البروتين؟ في منتجات كتيره كويسه جدا. يعني كلها واحد ولا في يعني ده كويس ده كويس بس في حاجه افضل من الثانيه؟ كل شركه بتقدم منتج وعلى حسب سعره بقى، يعني على حسب سعره وجودته. بتبقى مميزه مثلا بحاجه مختلفه؟ في حاجات مميزه واسعارها غاليه، وفي ناس تقدر تدفع فلوسها، في حاجات اقل شويه لكل المستويات يعني. تمام بالظبط. يعني في ناس بتستخدم براندات عاليه بتدفع، في ناس ما تقدرش. ايوه بالظبط. في حاجات بتتعمل هنا برضو شركات بتعملها وبرضو على جوده كويسه جدا يعني. تمام. بنشكر حضرتك جدا استاذ خالد، نورتنا النهارده. استاذه امل بنشكرك على المعلومات على البروتين، نورتينا. مكان حضرتك فين؟ المنصوره. في المنصوره. تمام، ميرسي جدا ليكي. مكان حضرتك استاذ خالد؟ احنا في الموسكي. في الموسكي. تمام اوكي. استاذه روعه، طبعا انت قلت لنا دلوقتي خبر حلو. دلوقتي اي بنوته يتيمه استاذه روعه متبرعه لها ان هي تعمل لها الميك اب يوم فرحها فور فري. طبعا دي حاجه حلوه جدا، ميرسي جدا لذوقك. ممكن هتقول لنا مكانك فين بقى؟ في سندابه. تمام. اسمه هيلسي هير وليله العمر، مركز هيلسي هير. تمام. للبروتين وليله العمر لتجهيز العرايس. تمام. نورتوني، نورتيني يا امل، نورتيني استاذ خالد. نطلع فاصل ونرجع تاني بعد الفاصل. معانا سمر مصطفى خبيره تجميل وميك اب ارتست، ومعانا صفا حمدي ميك اب ارتست. نعرف بقى الحاجات بقى روتينيه للبشره وكده بعد الفاصل. فاصل.